معاهم ضد استمرار خالد جلال في تدريب نادي الزمالك؟ اكيد طبعا ضد، مش معاه، عشان مستوى نادي الزمالك قل جدا من يوم ما مسك هو التدريب. هو والله انا مع استمرار خالد جلال في تدريب نادي الزمالك، لان خالد جلال اصلا ما خدش فرصته ولا في المره الاولانيه ولا في المره دي. مع استمرار تدريبه للزمالك عشان انا اهلاوي، فبالنسبه لي دي حاجه كويسه. لا انا ضد استمراره بصراحه، لان انا شايف ان الانسب لنادي الزمالك هو مدرب الاجنبي. لا ضد طبعا، يعني هو اكيد في بدائل احسن منه كتير قوي، والدليل على كده المستوى اللي وصله الزمالك. لا مع استمرار، لان لسه واجل ما خدش فرصته. يعني انا مع استمرار خالد جلال في نادي الزمالك، اللي هو هيضيف للنادي الاهلي بطولات. يعني استمرار خالد جلال هيضيف للاهلي بطولات ان شاء الله.